مرحبا للكل واهلا وسهلا فيكم بقناة مودليستا على اليوتيوب. اليوم رح نشوف شو هي الاشياء الاساسية لشنطة العطلة. اذا كنتوا جاهزين خلونا نبدأ. لما بدك تجهزي شنطة العطلة اختاري القطع يلي بتتناسب مع بعضها ويلي فيك تطبقي منها اكتر من اوتفيت. القطع يلي فيك تحوليها من النهار لليل رح تخلي خياراتك تكون اسهل. لفي ثيابك بهالشكل لتحصلي على مساحة اكبر بالشنطة. لما بتختاري قطع من الألوان الأساسية وألوان الطبيعة رح يكون تطبيقك للأوتفيتس أسهل. وإذا كنت ناوية تروحي على الشط وعم بتجهزي له ستايل خاص اختاري الأكسسوارات يلي بتلبق مع ثيابك للسباحة. اختاري مواد التجميل يلي بتكون بأحجام بتناسب شنطة السفر السياحية. اغسلي المنتجات حسب النوع وحطيها بكياس مختلفة. لا تنسي بوت الرياضة والستيليتو والصندل. فيك تحتفظي بالأحذية بأكياس من قماش. وهيك صارت شنطة العطلة المرتبة والأنيقة جاهزة. شو هي النصايح يلي بتقترحوها لتحضير الشنطة السياحية؟ شاركونا بالتعليقات. وكمان فيكن تعرفوا أكثر عن هالموضوع من blog.modelista.com. منشوفكن مع نصايح جديدة لستايلات مختلفة.